طيب أجيلك أستاذ صبري. دائما التعليم والبحث العلمي زي ما سيادة النائب أشار هما من أسس تقدم وازدهار أي دولة على مستوى العالم الآن. لدينا الكثير جدا من الأحاديث النظرية عن أهمية البحث العلمي وإلى آخره، لكن على أرض الواقع نرى مصر، صحيح نحن في المرتبة 36 عالميا الآن، لكنها مرتبة يعني ما زالت متأخرة كثير. حتى الإنفاق على البحث العلمي يعني ربما لم يأخذ الأهمية الكافية حتى في أولويات الحكومة في هذه المرحلة. أين نحن الآن وما هو المطلوب خلال المرحلة القادمة؟ طيب، بس خليني أقول لك إن احنا في المرتبة 36 على مستوى العالم في النشر العلمي. النشر العلمي، ودي مرتبة متقدمة مش متأخرة زي ما الناس متصورة. لما يبقى عندك 25,000 جامعة أو أكتر على مستوى العالم، ويبقى الجامعات المصرية في قائمة 500 أو 600 الأولى، يبقى ده شيء طيب. طبعا احنا نتمنى أن تكون جامعة من الجامعات المصرية في قائمة 100 جامعة الأولى أو 50 جامعة الأولى. لكن التعليم في مصر، التعليم العالي الجامعي، ليس بهذه الدرجة من الرداء، ليس رديئا إلى هذه الدرجة. لكن ينقصنا أشياء كثيرة جدا، منها الإنفاق. يعني الميزانية التي خصصت وفقا للدستور 2014 بحد أدنى من المدخول القومي للتعليم والبحث العلمي والصحة لم تطبق بالكامل، لأنه الدولة ما عندهاش فلوس ما يكفي منه. وبالتالي بس الميزانيات زادت في البحث العلمي وفي التعليم العالي وفي الصحة أيضا. كفاية؟ لا، مش كفاية. ده متوقف على قدرات الدولة المالية. احنا قدراتنا المالية حتى هذه اللحظة لم تتعافى مصر من أزمتها الاقتصادية بالكامل، وبالتالي عندنا قصور فيما خصص للتعليم والبحث العلمي والصحة حتى اللحظة اللي أنا قاعد فيها مع حضرتك.